كان مطلوب يا فندم. لا هاتوا السطر يا سياده الوزير وللجنه الاولمبيه المصريه تعديل احكام لائحه النظام الاساسي للانديه الرياضيه. اللائحه الاسترشاديه هيسري على النادي الاهلي. اللائحه الاسترشاديه. اتفضل يا فندم بقى. يا فندم ادوني فرصه اتكلم. اتفضل يا معالي الوزير. القانون ادى اللجنه الاولمبيه انها تعمل حاجه اسمها لائحه استرشاديه. كويس. تمام؟ اللائحه الاسترشاديه دي تبقى استرشاديه، اسمها هذا الكلام، تبقى استرشاديه لحين كل مجلس اداره او كل جمعيه عموميه توافق عليها او ما توافقش عليها. نعم. اللي اتقال ساعتها طيب نفرض يا جماعه ان اللائحه الاسترشاديه اللي طلعت دي اللي اقرتها اللجنه الاولمبيه كان فيها بعض الاخطاء القانونيه. نعمل ايه؟ تحطوا البند ده انه يحق للائحه اللجنه الاولمبيه في اللائحه الاسترشاديه اللي اسمها استرشاديه، اللائحه دي اللي احنا نشرناها واسمها لائحه استرشاديه دي تقدر تعدلها قبل ما اي نادي يوافق عليها او يرفضها وتصبح لائحه نظام اساسي. ملهاش علاقه اطلاقا. احنا يا فندم لو لاي نادي، نادي الصيد دلوقتي لما خلص اللائحه بتاعته عملنا ايه؟ خدنا اللائحه الاسترشاديه ونشرناها في الجريده الرسميه. الكلام ده مش موجود في الماده يا سياده الوزير. سياده الوزير الكلام ما هو ده مش موجود في اللائحه يا سياده الوزير. موجود يا فندم في اللائحه. يا فندم نقراها مع بعض. نقراها مع بعض. اتفضل يا سياده الوزير. يا فندم نقراها يا فندم. نقراها يا فندم الماده 3. يا فندم طب اقراها تاني. اقراها تاني. مفيش الكلام اللي حضرتك بتقوله ده خالص. سياده الوزير هقول الماده تاني يا فندم معلش. تسري احكام هذه اللائحه الاسترشاديه حال فوات مده 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون ان تجتمع الجمعية العمومية الخاصة للنادي لوضع نظامها الاساسي سواء لعدم اكتمال النصاب او لغير ذلك من الاسباب، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالوقائع المصرية دون ان يخل ذلك بحق الجمعية العمومية غير العادية للنادي في تعديل نظامها الاساسي. صحيح. وفقا للاجراءات المنصوص عليها في احكام القانون وللجنة. اتفضل يا فندم. اخر سطر. لا ده اخر سطر هو المهم. كمل يا كابتن احمد. طب ادي لك السطر الاخير. وللجنه الاولمبيه المصريه تعديل احكام لائحه النظام الاساسي للانديه الرياضيه. ده السطر الاخير. الاحاله الاسترشاديه. هنا ده يا فندم هنا هنا الاختلاف يعني لو المهندس هشام حطب جاله مزاج يغير اي حاجه في لائحه الاهلي سواء غلط او مش غلط هيغيرها الصبح. هيغيرها يا فندم. اتفضل. بدايه انا ليا جمله هقولها. المناظره يعني العدل، يعني الفير، يعني واحد ضد واحد يقولوا رأيهم. أول مرة في حياتي أشوف مناظرة 4-1. مذيع، وزير، لجنة أولمبية، صحفي موجود، ليه مني كل احترام والتقدير. إيه رأيك؟ في مناظرة 4-1؟ أدي دي رقم 2. الواضح اللي إحنا عاملين قانون كمان ومش مذاكرين وبنقول أي كلام. يعني أنا الكلام موجود مع حضراتكم ومش هطول فيه، وانا همشي مع النغمه اللي بتقول يا عم انا عايز الاهلي وكلمه الاهلي تمشي مش قانون ولا الكلام ده. لكن شغل الصبيه، شغل الصبيه بتاع بالونه الاختبار مع النادي الاهلي كل يوم غير مقبول بالمره معانا. نقطه وحط تحتها مليون الف خط. 1 2 احفظوا القوانين والنبي كويس وما تطلعوش تضحكوا على الناس. وهرجع اقول مره واثنين وثلاثه ومليون. اوعى تقول لي الكلام كله بقى في اللجنه الاولمبيه غلط غلط غلط. الماده 4 بتدي الحقوق للجنه الاولمبيه، 20 و21 بترجعها للوزاره تاني. واقروا بقى انتوا اللي محتاجين تقروا. ماده 3 برضو غلط. فما اقدرش اقول الا غير لازم تذاكروا بقى. لان لما الاهلي جاي يتحرك استعان ب 16 فقيه قانوني وخبراء لوائح عشان مفيش واحد اعترض من ال 16. مفيش واحد اعترض. متخيلين يا جماعه 16 ولا واحد اعترض وانت بتعمل مناظره واحد بيقول كلمه الحق قصاد 4 مش عارفين يقنعوك. رقم 2 و3 ومليون هقولها. سياده الوزير قال انا اديت الاهلي مبالغ عشان يعمل انشاءات. هقول لحضرتك على حاجه. انت ممكن تديني النهارده 200 مليون جنيه ودماغي ما فيهاش اي فكر اضيعهم بعد نص ساعه في كلام فارغ. وبعدين يا فندم احنا بنقدم لك ابطال بترجعوهم من البطولات. مش عايز اتكلم بقى في قصص وروايات. يعني ما سواء على الكوره مروان محسن راح وغيره وغيره من النادي الاهلي وفي كل الالعاب دور الاهلي الوطني موجود ومع العاب كتير جدا سواء فرديه او جماعيه. فانت ما بتمنش حضرتك عليا ولا في مخلوق بيمن على النادي الاهلي.
دي فلوس الدولة، مش بتصرف من الحساب بتاعي انا، بروح امن على حد. ده النادي الاهلي ده نادي الوطنية اللي الكل مطالب بيقدم لي منتخباتي وبقدم له الدعم، لكن مش عاير النادي الاهلي. انا اديت الاهلي ملايين ودعم، اديت الاهلي عشان بينفذ مشاريع ضخمة وعنده استراتيجية شايفها واضحة. يا راجل ده في ناس مغيرة سيراميك، عمال تقولوا ايه ده نادي اوروبي، والاهلي اللي تدخلوا نادي اوروبي بجد عاملين نفسكم مش شايفين حاجه. والاهلي لما بياخد فلوس ما بيتحايلش ولا بيضغط ولا بيهاجم ولا بيشتم في القنوات، بتدوا اللي بيشتم وبيغلط وما بتقدروش تجيبوا السيره. نقول هنا نقول هنا عشان احنا كبار قوي وما بنخافش من حد. ماشي، هقول لحضراتكم على حاجه، هندعم نفسنا ومش عايزين فلوس من حد ونعتمد على مواردنا، بس انتوا احفظوا القوانين وظبطوها كويس واللوائح بتاعتكم واعملوا قوانين محترمه وسيبوا الناس تعتمد على نفسها. ما تمسكنيش من ايدي اللي بتوجعني، ما تخلينيش اروح اعمل ماتش ودي ارجع للجهه الاداريه استاذنها، ما تخليش لجنه اولمبيه لما يبقى في بعض الاخطاء اللي قد كده تيجي تقول لي انا اوقف العضو. تبقى انه صفه أم الجمعية العمومية هنا بتعمل إيه؟ الجمعية العمومية اللي تقعد وتمشي. هو النادي ملك اللجنة الأولمبية ولا ملك مين؟ أنا مش فاهم. أنا شرحت لكم الحدوتة. حدوتة أليمة لأن هي ضد كيان كبير. لكن في الاهلي اسالوا التاريخ، اسالوا اعضاء جمعيته العموميه المحترمه اللي انا شفتهم في الثلاث ندوات. شفت ناس محترمه بتتكلم، بيجي يقول لك كل واحد مننا يحشد، كل واحد يكلم 50 و100 عشان الاهلي. واللي كان بيتكلم على انتخابات كان بيوقفه رئيس النادي، وده شهاده للحق. حضر اثنين، حضر ثلاثه، ما تشغلوش بالكم. لكن في رجاله في المعادة هتبقى موجوده وانا اراهن على كده. وساعتها اتلزق زي ما بتتلزقوا في الاهلي وهو بياخد الكاس، بتشتموه بالشهور. ياخد الكاس كنتوا بتجهزوا في الكواليس ازاي نخلص على الناس دي، لكن ربك اكبر من اي حد. ربك اكبر من اي حد. ولازم كل واحد فيكم عنده اسره يبص لها. جايز في يوم من الايام اللي بتعمله دلوقتي ابنك يقع فيه وما تلاقيش حد يقف جنبه، ولا ايه؟ مش الحياه داين تدان؟ نروح نشوف الفيديو الاخير ده كمان، لان عندي ربط بكلام مهم جدا لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان.